السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد في القناة ديالي، واللي غادي ندير فيه البارتي الاخرى في لي بروبريتي دي زاسيد غرا باش نسدو لي زاسيد غرا. دونك في هاد لابارتي هادي اولا في هاد البلاصه ديال لي بروبريتي شنو عندنا لي بروبريتي فيزيك. دونك غادي نشوفو لي بروبريتي فيزيك ديال لي زاسيد غرا. عندنا جوج، عندنا لو بوين دو فوزيون وعندنا لا سولوبيليتي. لو بوين دو فوزيون، لو بوين دو فوزيون شنو كيقول لك؟ Le point de fusion augmente avec le nombre de carbone. يعني كل ما كان عندك le nombre de carbone كبير, كل ما le point de fusion كيكبر. أولا كيكون عندنا diminution quand le nombre de double liaison augmente. ملي كتكون عندك واحد le nombre de double liaison vraiment كبير, غادي أو كيكبر أولا كبير, كيكون le point de fusion كديمينيو. دونك شنو عندنا عاوتاني؟ Plus le nombre de carbone augmente, plus le point de fusion augmente. Donc, il y a les gels pour le bidier. Il y a des liquides alphores augmentent avec le nombre de carbone. Ou dernière chose, ils sont liquides à 20 degrés Celsius. Si N inférieur strictement à 10 carbone. Yani, fais-je qu'il y a عندك le N, je connais le nombre de carbone. Mais les qui عندك هذاك le nombre de carbone, il y a le واحد l'acide gras. Inférieur strictement à 10 carbone, yani هذوك les acides gras qui sont liquides à 20 degrés Celsius. Donc le point de fusion, le point de fusion qui z مع عدد ديال les carbone, yani plus que le nombre de carbone augmente plus كنلقاو le point de fusion كيطلع و كينقص لينا مع la double liaison. علاش كينقص لينا مع la double liaison؟ حيت كتكون عندنا واحد لا diminution في النومبر دو كربون. ملي كتكون عندنا فورماسيون ديال la double liaison كتوقع diminution في النومبر دو كربون ولا في النومبر ديدروجين باردون. ومن بعد عندنا la solubilité. في la solubilité شنو عندنا؟ كيقول لك les acides gras sont amphiphiles ou amphiphatiques. علاش amphiphile ولا amphiphatique؟ حيت هذا كلاسيد غرا عنده واحد لا تيت وعنده واحد لا كو. لا تيت شكون هي؟ هي لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك. ولا كو شكون هي؟ هي لا شين هيدروكربوني. لا فونكسيون اسيد كاربوكسيليك كتكون هيدروفيل يعني كتبغي الماء. او هيدروفوب بار شين كاربوني. يعني لي اسيد غرا سون امفيفيل او امفيفاتيك. يعني علاش كنقولو ليهم امفيفيل ولا امفيفاتيك؟ حيت عندهم واحد لا تيت اللي فيها لاسيد كاربوكسيليك كيكون هيدروفيل ولا كو اللي فيها واحد لا شين كاربوني اولا اون شين هيدروكربوني حيت كاين الكربون والهيدروجين كنقولو ليها هيدروفوب. هذاك الشيء علاش كنسميو لي اسيد غرا امفيفيل. شنو عندنا عاوتاني؟ لاسيد بوتيريك. L'acide butyrique qui fait chef dans les vidéos les faites, c'est un acide gras saturé, yani me fiche les doubles liaisons au fil 4 carbones. 4 carbones. Donc l'acide butyrique à 4 carbones est soluble dans l'eau, puis la solubilité des acides gras baisse progressivement et ils sont insolubles à partir de 10 carbones. Donc les acides butyriques, pardon. L'acide butyrique اللي عنده 4 كربون واللي هو ان اسيد سامبل اولا ساتوري ما فيش لي دوبل ليزون كيكون سولوبل دون لو ولكن لا سولوبيليتي كتنقص يعني لا سولوبيليتي دي اسيد غرا بيس بروغريسيفمون كتنقص تدريجيا ملي كيكون عندنا لو نومبر دو كربون كيكون ا بارتير دو 10 كربون ملي كنوصلوا لاننا عندنا من 10 كربون للفوق لا سولوبيليتي كتنقص. ها هي لا سولوبيليتي دي اسيد غرا بيس بروغريسيفمون اي ils sont insolubles à partir de 10 كربون. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا فهمتوا ولو غير بالقليل ما تنساوش تبارطاجيو الماكسيموم مع صحابكم باش حتى هما يفهموا. دعمونا بجيم اولا بشي كومونتير باش نقدروا نستمروا فاننا نحطوا دي فيديو انكم تفهموا منهم. وما تنساوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. نتلاقاو في نوفيل فيديو ان شاء الله.